الملوك فقط من يستعملون العطور، ورائحة الأوروبيين كانت سبب ازدهار الصناعة حديثاً، فكيف ولما كان ذلك؟ تابعونا لتتعرفوا على تاريخ صناعة العطور عبر التاريخ. عرف الإنسان البدائي العطر من استنشاقه للورود والأعشاب، فكان يقطع الأعشاب العطرية ويحرقها لتعطيه الروائح العطرة. وفي الحضارة المصرية القديمة كان يتم عصر كميات هائلة من الورود لصنع الماء الفواح وعجينة الورد، وكان يصنع فقط للملكات وزوجات الأمراء والكهنة للتزين به عند الاحتفال. وكان هذا النوع من العطور أيضاً جزءاً من القرابين المقدمة للآلهة. وتاريخياً فأقدم عطر تم اكتشافه كان في مدينة قبرص، ويرجع إلى 4000 سنة مضت، وكان مصنوعاً على الطريقة الفرعونية بعصر الورود، وانتقلت الطريقة بعد ذلك إلى روما. وكان للعرب دور مميز في صناعة العطور، وأطلقوا عليه العديد من الأسماء مثل الشذا، الطيب، والعبق، والأريج، والعبير، وكلها ترمز إلى العطر. وكانوا أول من استخدموا تاج الأزهار لاستخلاص ماء الزهر. ويرجع الفضل الأكبر للعالم ابن سينا في اكتشاف طريقة التقطير، وهي الطريقة المستخدمة في استخلاص العطور، وأيضاً ابتكر طريقتي الترشيح والتبخير المستخدمة أيضاً حتى يومنا هذا. ولا ينسى أبداً دور العالم العربي يعقوب بن إسحاق الكندي، الذي يعتبره البعض المؤسس الفعلي لصناعة العطور، والذي ألف مجلداً خاصاً بالعطور أسماه الترفق في العطر. ومن ثم تم انتقال اختراع العطور إلى أوروبا في أواخر القرن 13، وطوروا من صناعته بإضافة الكحول إليه، وبمرور السنوات أصبحت فرنسا من أولى البلاد المهتمة بصناعة العطور ذات الرائحة النفاذة، ويرجع ذلك إلى أسباب عجيبة ذكرها التاريخ تتلخص في رائحة مواطنيها وطريقة عيش الأوروبيين في العصور الوسطى وحتى بداية عصرنا الحديث. فالأوروبي الحالي الأنيق النظيف لا علاقة له بذلك الأوروبي الذي عاش قبل بضعة قرون.